إذن معنا السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أسعد الله أوقاتك رائد. ويعني قرار الاحتياط الفيدرالي الأمريكي ربما هو الذي يجتذب أنظار المستثمرين ويجتذب أنظار الأسواق برمتها، والإشارات تشير إلى أن الفيدرالي سيعمد إلى تثبيت الفائدة. هل هذا هو كل شيء مطلوب من الفيدرالي في هذا الظرف الدقيق؟ يعني الفيدرالي أمام مهمة حساسة في الوقت الراهن، وذلك للظروف التي نعيشها ولفرادة التأثيرات التي يجب أن يقوم بها الفيدرالي الأمريكي كمغير وصانع للسياسة النقدية. لأنه أولا إذا تحدثنا عن أسعار الفائدة السلبية والتي هي إحدى التوقعات التي يتم الحديث عنها، الصفرية والسلبية، فهي يعني دفع رؤوس الأموال إلى التحرك وإلى الاستثمار، ولكن في الطرف الآخر يوجد إغلاقات حكومية ويوجد هناك اختناقات. العديد من الأسباب تدفع الفيدرالي إما للتوعد أو إظهار النية بأنه سوف يقوم بالإجراءات التالية، سواء كان إذا نظرنا إلى قطاعات الاقتصاد الأمريكي التي صدرت أرقامها مؤخرا، التراجع في قطاع الخدمات وقراءة الإنتاج التصنيعي، مؤشر بي إم آي أثر قراءة عند 36.9% وهي الأدنى تاريخيا بالنسبة لهذا المؤشر. لدينا العديد من القراءات السلبية حقيقة التي تظهر ضرورة التدخل الفيدرالي الأمريكي بتحفيز السياسة النقدية، وهنا يأتي التحفيز النقدي أما عن طريق أسعار الفائدة أو عن طريق برامج السياسة النقدية. أظهر الفيدرالي نيته بالتوسع في عملية شراء السندات إلى الولايات الصغيرة وإلى الشركات الصغيرة نوعا ما، ولكن يحتاج وأيضا تمديد الأجال من 2 إلى 3 سنوات لسداد هذه السندات. ولكن الأهم من ذلك يجب أن يحتاج الفيدرالي الأمريكي إلى تشجيع الشركات الصغيرة بشكل أكبر، وأن يكون هناك يعني لا شروط لشراء السندات من قبل الفيدرالي الأمريكي، وإنما كل من يتقدم لشراء السندات عليه أن يعلم أنه سوف يعود إلى العمل مجددا، والتركيز على الرواتب والأجور وحماية الرواتب والأجور حتى لا يكون هناك التسريحات التعسفية المتتالية من قبل القطاع. إذن مهمة الفيدرالي صعبة جدا، لا يستطيع القيام بالتحفيز لأنه التحفيز يحتاج إلى أرضية، إلى بلاتفورم، وهي أن يتم فتح الاقتصاد بقطاعاته حتى يكون هناك هذا النشاط، وإلا سوف يكون هناك إغراق بالأموال دون الحاجة إليها ووجود انخفاض قوي في القدرة الشرائية للدولار الأمريكي. نعم رائد، يعني إذن لكل حادث حديث، سننتظر خطوات الاحتياطي الفيدرالي، لكن دعني أنتقل إلى موضوع آخر لا يقل أهمية. يعني نلحظ توقف الأمريكان عن دفع الرهون العقاري نتيجة لهذه الجائحة والأوضاع وارتفاع نسب طلب الإعانات للبطالة والأوضاع الاقتصادية التي لا تخفى عليك. يعني هذا يقود للسؤال إلى أن هذه الأوراق المالية ستملأ البنوك من جديد، وإذا تحولت إلى سيئة ربما تعيد مشهد الأزمة المالية العالمية في 2008، أزمة الرهون العقارية. إلى أي مدى ذلك يشكل خطر؟ طيب. صحيح، شبح الأزمة السابقة وأي أزمة اقتصادية هو ظاهر عيانا وبوضوح حاليا، فقدان الثقة، تغير الإمكانيات، عدم المقدرة على سداد الالتزامات. أزمة الرهون العقارية سببت ارتفاع غير مسبوق في أسعار المنازل، أو كانت بسبب الارتفاع غير مسبوق في أسعار المنازل وعدم القدرة على سداد هذه الرهون، وبالتالي الوقوع في ضحية يعني عدم إمكانية سداد الرهون. وهذه الرهون بحد ذاتها كانت عبارة عن أصول تمتلكها البنوك وتمثلها على أشكال أوراق مالية، وهذه الأوراق المالية يتم تجهيزها وبيعها في الأسواق، وهناك فقدان كبير في قيمتها، وهي تعتبر يعني سامة بالنسبة لأي ميزانية بنك. الآن نظهر أمام نفس هذه المشكلة على الرغم من أنه وقعنا في هذه الأزمة سابقا، ولكن أيضا هناك ارتفاع
القطاعات ايضا لا تزال في اسعار المنازل اجمالا، لانه اذا اطلعنا على قطاع المنازل فنظهر عندنا قراءات سلبيه ايضا في هذا القطاع، تظهر انه عندنا تراجع واضح في مقدره وامكانيه الشراء المنازل، اي ان اسعار المنازل مرتفعه نسبيا، وايضا عندي انا انخفاض غير مسبوق في الوظائف، 26 مليون وظيفه في الولايات المتحده الامريكيه، كل ما تم بناؤه منذ الازمه الماليه العالميه واضافته كوظائف حتى تاريخ الان تم محيه تقريبا كليا خلال هذه الاسابيع القليله الماضيه، وبالتالي لذلك سوف يظهر بلا شك يعني التوكسيد او الاوراق الماليه السامه لدى البنوك، وقد يظهر انكشافاتها ايضا. نعم، أخيرا يعني بإجازة وتكرمت سيد رائد، دعنا نتحدث عن الأدوات التي يملكها الاحتياطي الفيدرالي، وأنت قبل قليل تتحدث عنه لابد من أن يقوم بتحفيز يتناسب وحجم هذه البيانات السيئة. أعتقد مهم جدا أن نتابع الفيدرالي اليوم حتى نتعرف على مجموعة من النقاط، أولا توفير القروض المساعدة للشركات الصغيرة والتعهد بشراء سندات من يعني الشركات المتضررة من إجراءات الحجر، هذا يجب أن نسمعه من الفيدرالي اليوم، أيضا توفير مساعدات أو توسعة برامج شراء السندات ليشمل شركات أكثر متضررة من قبل، لأنه الآن نركز فقط على شريحة معينة من شركات القطاع الحكومي وايضا الحكومات الولايات في الولايات المتحده الامريكيه صحيح. الصغيره حتى الان وصل اليها. نعم، نحن نشكرك سيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا طيب.